لدى استقبال سموه لوزير خارجية قطر، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن ما يجمعنا مع قطر هو المودة والمحبة والرغبة الأكيدة في البناء على الروابط المتينة والعلاقات الأخوية بيننا، فنحن في منظومة مجلس التعاون يجب أن نكون أكثر قربا وتلاصقا في خضم التطورات المتسارعة والتحديات الخطيرة التي تشهدها المنطقة خاصة، وأنه لا عوائق ولا حواجز بين دوله. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر استقبل صباح اليوم وزير خارجية دولة قطر الشقيقة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. وقد رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بوزير الخارجية القطري، واستعرض سموه معه تعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة وسبل تطويرها وتنميتها في كافة المجالات، دعما وتعزيزا للعلاقات الثنائية ومسيرة مجلس التعاون الخليجي. كما تطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر مع وزير خارجية دولة قطر إلى التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقد نقل وزير خارجية دولة قطر إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وأخيه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، وأخيه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر.